بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة الرياضيات والإحصاء Mathematics and Statistics. الرجال الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان أصلكم من جديد. فحنشوف الليلة إن شاء الله المحاضرة رقم 16 في التفاضل ال differentiation أو الحسبان calculus. المحاضرة رقم 16 حنشوف التفاضل بتاع الدوال اللوغاريتمية والأسية. طيب حنبدأ. طيب حنبدأ في تفاضل الدوال. شنو التفاضل؟ الدوال اللوغاريتمية إن شاء الله. طيب لو كان عندنا يا شباب الواي بيساوي لين اف اوف اكس، معناها الواي إذا كانت بتساوي لين اف اوف اكس أو كانت الواي بتساوي لوج اف اوف اكس، في الحالتين يا شباب برضو انت عندنا شنو الواي لو كانت بتساوي، الحالة الثانية كانت الواي بتساوي شنو؟ الواي بتساوي لوج شنو؟ لوج اف اوف اكس، والأساس ما ظاهر لنا، معناها حيكون طوال الأساس بتاع اللوج 10 والأساس بتاع لين كم؟ اي. طيب في الحالة دي يا شباب طوالي إذا كانت بتساوي عندنا لوك ال f of x ولا لين ال f of x طوالي يا شباب، في الحالة دي التفاضل بتاع الدولة بتاعتنا أو التفاضل بتاعنا هيكون في الصورة كيف؟ طوالي هتبقى ال y داش، ما عليك إلا تفاضل الكلام اللي جوه اللوك أو اللين وتقسمه على نفسه. إذا يا شباب التفاضل بتاعنا بتاع أي y لو كانت بتساوي لوك f of x أو ال y بتساوي لين f of x طوال الواي داش هتكون بيساوي شنو؟ تفاضل الكلام اللي جوه اللين او اللوج مقسوم على نفسه، زين الواي داش بيساوي اف داش اوف اكس على اف اوف اكس. طيب والحاله الثانيه بتاعتنا اذا كانت في اساس، الاساس ما 10 او الاساس بتاع اللين ما اي كان ظاهر، عدد ثاني غير الاي للاساس للين او اللوغاريزم الطبيعي، او كان غير العشرة بالنسبه للوغاريزم العشري اي عدد ثاني، فبالحاله دي هتكون مكتوبه لوج بي تحت او الاساس هيكون ظاهر عندك. وبالي في الحالة دي هيكون التفاضل بتاعنا، ما عليك الا تفاضل الكلام الجولين برضه تقسم على نفسه، لكن مضروب في شنو؟ في لين العدد الجاك جنبك او اللوج بتاع العدد الجاك. تمام، دي الصورتين بتاعتنا بتاعت اللوجاريزم. تمام، طيب مع بعض نشوف امثله. المثال الاول لو كان عندنا شنو يا شباب؟ لو كانت الواي او التفاضل بتاع دي باي دي اكس لين اكس سكوير ماينس ساين اكس، ما عليك الا تفاضل الكلام الجولين، معناها هيكون تفاضل اكس تربيع بكم؟ ب2 اكس، تفاضل ماينس ساين اكس بماينس كوساين اكس مقسوم على نفس شنو؟ على نفس الكلام اكس سكوير ماينس ساين اكس. تمام، دي عباره عن تفاضل بتاع الداله الاولى بتاعتنا. طيب نشوف المثال الثاني. لو كان عندنا دي باي دي اكس للوج 4 كوساين اكس، هنا في اساس 4 معناها بعدها فاضل الكلام الجولين مقسوم على نفسه، لكن مضروب في شنو؟ في لين الاربعه. طيب تفاضل الكوساين بشنو؟ بسالب ساين مقسوم على نفسه كوساين، مضروب في كم؟ في لين الاربعه. سو ايزي، ما فيها اي شنو؟ ما فيها اي مشكله. طيب نشوف مع بعض المثال اللي بعده. لو كانت لوج 7 برضه هنا في اساس، الاساس مع 10 او بتاعنا، معناها برضه هيكون في اساس ظاهر، معناها هتكون تفاضل الكلام اللي جوه اللوج كان اكس تربيع زائد 2، تفاضل اكس تربيع زائد 2 بكم؟ ب2 اكس مقسوم على نفسها اكس تربيع زائد 2 في لين او العدد اللي قاعد جنبنا بتاع الاساس، معناها هتكون مقسومه على شنو؟ مضروبه في لين السبعه، المعلم هيكون مضروب في شنو؟ في لين السبعه. طيب يا شباب مع بعض هنشوف مثال ثاني، اخر مثال. او اذا كانت عندنا دي باي دي اكس لين تان اكس ناقص ساين 3 اكس، ما عليك الا تفاضل الكلام الجولين وتقسمه على نفسه، تفاضل التان بيسك تربيع ناقص تفاضل ساين 3 اكس بناقص 3 كوساين 3 اكس وقسمه على شنو؟ على نفسه. تمام، طيب دي الحاله الاولى بتاعتنا. نشوف الحاله الثانيه مع بعض. اذا كانت عندنا شنو؟ عندنا هي عدد اسي داله غير الاي. تمام، نشوف الدوال شنو الاسيه. اي عدد اسي داله، هنا نمره واحد الاي اذا كان شنو؟ the derivative of exponential functions. الحالة الأولى إذا كانت شنو؟ اي أسائية دالة. طيب ما عليك إلا تفاضل الدال، ما عليك إلا تفاضل الأس تضرب في نفس شنو؟ الدالة القديمة بتاعتك. سو الأس بتاعنا هنا عبارة عن شنو؟ عبارة عن يو، تفاضل اليو هنا بشنو؟ بيو داش مضروب في نفس الدالة بتاعتك، هتكون اي أس يو. سو الواي داش هتكون بيساوي شنو؟ يو داش في اي أس شنو؟ في اي أس يو. الواي داش بيساوي أو التفاضل بتاعنا هيكون بيساوي يو داش تفاضل الاس تضرب في نفس شنو؟ الداله القديمه بتاعتك. نشوف مثال يا شباب. فاين واي داش فور ذا فولوينج فانكشنز. اول مثال يا شباب لو كانت الواي بتساوي اي يو سي 2 اكس تربيع، ما عليك الا تفاضل الاس بتاعك 2 اكس تربيع تفاضلها بشنو؟ ب 4 اكس مضروبه في نفس الداله. سو هتبقى الواي داش بيساوي 4 اكس في نفس الداله بتاعتك القديمه، اي يو سي 2 اكس شنو؟ اكس تربيع. طيب يا شباب مع بعض نمشي للمثال رقم 2. اذا كانت الواي بتساوي اي يو سي ساين اكس، معناها هعمل شنو؟ ما عليك الا تفاضل الساين
تفاضل الصايم بشنو؟ بكوساين، وضربه في نفس الدالة تحتك، لأنه قلنا يا شباب تفاضل الدالة الأسية حفاضل الأس اللي فوق حضره في نفس الدالة، حفاضل الأس اللي فوق حضره في نفس شنو؟ الدالة. إذا طوالي حتكون الواي داش بيساوي كوساين إكس في يو سي شنو؟ يو سي ساين إكس، دي عبارة عن شنو؟ تفاضل الدالة الأسية بتاعتنا، تمام؟ نمشي نشوف المثال اللي بعديه. لو كانت الواي بيساوي يو سي إكس على 2، ما عليك إلا تفاضل إكس على 2 معناها شنو؟ معناها نص إكس، إكس على 2 معناها شنو يا شباب؟ معناها نص اكس. معلق يا شباب، معلق الا تفاضل الكلام، معلق الا تفاضل الكلام الجو البتاع، معلق الا يا شباب تفاضل الكلام في الاس تضربه في نفس شنو الداله في الاس. اكس على 2 معناها شنو يا شباب؟ معناها نص اكس. يو اس نص شنو؟ نص اكس. سو يا شباب طوالي حتكون شنو؟ نص اكس تفاضلها بشنو؟ بنص. حتبقى واي داش بيساوي، حتبقى يا شباب شنو؟ واي داش بيساوي نص في يو سي اكس على 2، يعني نص في نفس الداله بتاعتك القديمه، تمام؟ طيب دي الحالة الأولى في الدوال شنو؟ الأسية. نمشي للحالة الثانية، إذا كانت أي أس أسي غير الإي بالنسبة لشنو؟ أسي دالة، تمام؟ طيب هتبقى شنو الواي داش؟ برضه نفس الكلام، هتكون تفاضل الأس تضرب في نفس الدالة لكن مضروب في شنو؟ في لين الأساس بتاعك الثابت. سو هتبقى الواي داش بيساوي اف داش اوف اكس في نفس الدالة القديمة بتاعتك مضروبة في لين شنو؟ في لين الأساس بتاعك، هتكون مضروبة في شنو؟ في لين الإيه. طوال يا شباب اكزامبل، لو عايزين التفاضل بتاع الدوالة التالية find the derivative for the following questions. طيب هعمل شنو؟ أول دالة إذا كانت طلعت يساوي 3 يساوي إكس تجاعي، ما عليك تفاضل إكس تجاعي تفاضلها بشنو؟ ب3 إكس تربع في نفس الدالة بتاعتك في لين التلاتة. إذا المعادلة بتاعتك أو التفاضل هيكون كم؟ 3 إكس تربع في 3 يساوي إكس تجاعي، يعني نفس الدالة في لين الأساس بتاعك 3، هتكون لين التلاتة. ده المثال الأول. المثال الثاني، لو كانت الواي بيساوي 5 أو ساين إكس، ما عليك تفاضل الساين هتكون كم؟ كوساين اكس في نفس الداله القديمه بتاعتك 5 اس ساين اكس لين الخمسه، تمام؟ مثال ثالث، الواي بيساوي 9 اس سيك اكس، ما عليك تفاضل السيك، تفاضل السيك بشنو؟ بيسيك في التان، ضرب في نفس الداله 9 اس سيك اكس في لين الاساس تحت لين كم؟ لين التسعه. طيب يا شباب مع بعض نشوف الحاله الثالثه والاخيره في الدواله الاسيه. لو كانت عندنا داله والسي داله، داله والسي داله، اليو از ا فانكشن اوف اكس ان الفي از ا فانكشن اوف اكس، تمام؟ في الحاله دي شباب بعمل شنو؟ طيب مع بعض نشوف القانون بتاعنا. الواي داش هيكون بيساوي شنو؟ نفس الداله بتاعتك القديمه يو سي في، في الكلام ده كله مضروب في شنو؟ في يو داش على يو ناقص في داش لين اليو، لكن ان شاء الله هنشوف القانون ده شنو اثبات. الان هنثبت القانون ده مع بعض. طيب البروف بتاعه كيف؟ لو عندنا الواي بيساوي يو سي في قاعده ننزلها ادخل للطرفين، هتبقى شنو؟ لين الواي بيساوي في لين يو. ليه؟ لانه لين اليو سي في هتنزل الاساس بجاي بورا لين، حتكون في لين اليو. بعدك حفاضل الداله ضرب دالتين عادي، وحفاضل الطرف الايسر بتاع لين الواي هيكون فاضله عادي، لانه اي تفاضل داله لوجزميه هقولنا شنو قبل شويه، حفاضل الكلام الجولين واقسم على شنو؟ واقسم على نفسه، حفاضل الكلام الجولين واقسم على شنو؟ على نفسه، تمام؟ طيب يا شباب هتبقى شنو المعادله بتاعتي؟ ديفرنشيت تو سايدز، لان الواحد هتبقى شنو؟ واي داش على واي، والطرف الثاني هيكون شنو؟ قلنا ضرب دالتين هتكون في داش، لان اليو هتكون يو داش على يو، زائد تفاضل الفي هيكون في داش لان اليو، ده التفاضل بتاع ضرب شنو؟ دالتين عادي. الخطوه اللي بعديها هحط الواي داش سبجكت، هحط الواي داش موضع شنو؟ القانون، سواء هتبقى الواي داش بيساوي واي في نفس الكلام اللي هناك. يلا الواي اصلا عندها جبال، كانت عندها قيمه معينه كانت بتساوي يو اس شنو؟ يو اس بي. سو هعوض الواي باصلها هتكون يو اس بي. زين هتبقى الصوره بتاعتي الاصليه النهائيه، الواي داش بيساوي يو اس بي مضروبه في في يو داش على يو زائد في داش لين اليو. ده الاثبات بتاع القانون بتاعنا يا شباب. ان شاء الله هنشوف مثال مع بعض ونختم على كده، تمام؟ طيب اكزامبل، فاين ذا ديريفاتيف فور ذا فانكشن، الفانكشن بتاعتنا شنو؟ دالة واحدة أصلا، ما قلنا في following functions، إذا حتكون دالة واحدة. الدالة بتاعتي ساين اكس يساوي كوساين شنو؟ يساوي كوساين اكس. ما عليك إلا تطلع اليو والفي، اليو بي ساين اكس والفي بي كوساين اكس، اليو عبارة عن الأساس والفي عبارة عن الإكس. بعدك تفاضل اليو، تفاضل اليو بشنو؟ بيو داش، تفاضل الفي بي داش، اليو داش تفاضل الساين بشنو؟ بي كوساين، تفاضل والفي كوساين اكس تفاضل بشنو؟ بي ماينس ساين اكس. هنعوض في القانون بتاعنا، هتكون سبيسيوز ذا فورمولا واي داش بيساوي يو سي في في يو داش على يو زائد في داش لين اليو. سو هتبقى شنو؟ الواي داش بيساوي ساين اكس اس كوساين اكس، في كوساين اكس
مضروبة تانية في كوساين اكس على ساين اكس ناقص ساين اكس لين ساين اكس. ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن المثال، طلعنا اليو والفي وفضلنا فضلناهم عوضناهم في القانون طوالي مباشرة اثبتناه قبل شوية. ممكن برضه تشتغل بطريقة الاثبات لو انت ما حافظ القانون، هتشتغل مثلا عادي بطريقة شنو؟ الاثبات، يعني اذا كانت اذا كانت الواي بيساوي ساين اكس اس كوساين اكس، هتدخل الليل الطرفين وتشتغل بنفس طريقة الاثبات، هتجيك نفس شنو؟ المسألة بتاعتك. لحد هنا يا شباب نختم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان أصلكم الجديد إن شاء الله. إن شاء الله هنواصل برضو معكم في بقية المحاضرات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا.